أخوكم في الله الإمام مسجد أحمد بن حنبل حي النسيم كيلومتر 5 لوناما السعدي لعيل، إمام في هذا المسجد منذ 2017. يلتحق بهذا المسجد وفق الله سبحانه وتعالى أن كانت يعني فيها مجموعة من طلبة، إلى أن سرنا أن وصلنا إلى أنه ختم أحد الطلبة في قرابة عامين ماضيين، بعد فتح الله في هذا العام ختم طالب وطالبين ما شاء الله عليهم، منهم من يعني وصل إلى نصف القرآن أي سورة الكهف، ومنهم من وصل إلى سورة هود يعني فاق نصف القرآن. والتحق بنا ما شاء الله الشيخ وليد توامة في الفترة الصيفية، وإن كانت عندنا دورة صيفية، والأولاد ما شاء الله عليهم استغلوا هذه الفرصة في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، واستغلينا يعني فترة الصيف لأنه هي اللي يكون فيها الفترة الطالب متفرغ ويحفظ يعني حفظ كثير. نحن ندرس خلال العام كله، ولكن في فترة الصيف نستغل الحفظ المكثف كي يمشي الطالب بإذن الله سبحانه وتعالى. ودرنا احنا هدف إن شاء الله أنه كل عام أو كل صيفة الطالب يحفظ 15 حزب، يعني من على 4 سنين الطالب بإذن الله سبحانه وتعالى يختم القرآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني في حلقتنا يعني فيها طالب متميزين، منهم من هم توأم، منهم من هم إخوة يعني من نفس العائلة، بل حتى ممكن عائلة واحدة ويكون فيها 4 أو 5 يعني تلاميذ أبناء العمومة وأبناء الأخوال، والأعمار تتفاوت. يعني نحن عندنا صنفين في الذكور، صنف الأساغر وما يدرسوا عند الأستاذة يعني أستاذة أمال بالعباسي، صنف الأساغر أطفال الصغار فترة التحضيري إلى بداية تمدرس سنة أولى أو ثانية ابتدائي، والصنف الآخر صنف الذكور يعني تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 14، يدرسوا مؤخرا يعني يدخل معنا أستاذ وليد يدرسوا عنده، والمجموعة الكبار في السن الذين يدرسون في الثانوية يعني إن شاء الله يدرسوا معي باش نكملوا بإذن الله سبحانه وتعالى مشروع القرآن الكريم. عندنا كذلك ظاهرة مميزة هو الطالب عبد الرزاق من ذوي الهمم العالية، يعني في حلقتنا يوجد طالب مميز من ذوي الهمم العالية عبد الرزاق معمر يدرس معنا في يعني حلقتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. وكم رأينا من حالات مثله وفقهم الله وجعلهم الله حجة على الآخرين أنهم أتموا حفظ القرآن الكريم، والأطفال جميعا يعني يشاهدون تلك الحلقة حلقة مزامير داود، وكم رأينا فيها يعني في الوطن تاعنا الجزائر كله من جنوبه إلى شماله وشرقه إلى غربه كم توجد مثل هؤلاء النماذج يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ما نشاء. هنا عدنا المد المتصل فيه 6 حركات. كما رأيتم في القراءة التي قبل قليل أن الأستاذ يقرأ والطلبة يرددون الآية التي يقرأها، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن الصحابي يقرأ عليه ويصحح له التلاوة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والصحابي يردد وراءه، هذا ما يسمى التلقين. والطالبين الطالب محمد قنون والطالب عمر قنون هذو أخوين، والطالب عبد الرحمن تباني يعني فتح الله عليهم يعني وكان حفظهم للقرآن قد منهم من أتم القرآن الكريم كله، هذا عمر قنون فتح الله عليه أتم القرآن الكريم، ومحمد قنون وصل إلى سورة هود، أما عبد الرحمن تباني كذلك فتح الله عليه وأكمل إلى سورة الكهف.
هذه القراءة تكون فيها يعني الحفظ مع جزء كثير كبير أو قدر كبير من الأحكام العامة، يعني لا نركز كثيرا إلى أنه الطالب لما يتم حفظ القرآن تأتي مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الإجازة، التدقيق فيها يكون على أحكام الرواية خصوصا وكذلك مخارج الحروف وصفاتها. مثل الآن ما كنتم تشاهدون أننا كنا نقرأ في الآية التي هي من سورة الإسراء من كان يريد العاجلة، قرأنا فيها أحكام مثل الإخفاء، النون الساكنة يأتي بعدها الكاف، هنا عندنا الإخفاء، مثلا عندنا ما نشاء فيها مد متصل فيه ست حركات. احنا في الحفظ الطالب لا نركز عليه كثيرا ولكن عندما يتم حفظ القرآن يصبح هناك التركيز لأنه سيتلو كلام الله سبحانه وتعالى كما أمرنا الله جل وعلا في سورة المزمل إذ قال ورتلي القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم شبل تبنى عبد الرحمن، العمر 15 سنة، أدرس المدرسة أشبال الأمة بباتنا الشهيد أبرك محمد ناحية العسكرية الخامسة، وأنتمي أيضا إلى المدرسة القرآنية ومسجد أحمد بن حنبل حي الناما حي النسيم، والآن أحفظ من القرآن 30 حزبا ولدي الطموح لأكمل 60 حزبا بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا بفضل رب العالمين عندنا في هذه المدرسة عدة أفواج منها ذكور وإناث ومختلف الفئات من الصغار إلى الكبار بفضل رب العالمين. نحن ندرس بإذن الله القرآن بالترتيل وبالأحكام. كما تعرفوا احنا الصيف معظم التلاميذ ولا يتوجهوا الى العطل الصيفيه الى البحر الى غيره، لكن فضل رب العالمين احنا ابواب المدرسه دائما مفتوحه وخاصه في الصيف، لاننا الصيف يكون الفراغ كثير عند الاطفال، فنحب اننا نمتص ذلك الفراغ ونمتص ذلك الطاقه اللي ما عندهمش حين يوجهوها نوجهوها الى القران الكريم فضل رب العالمين. احنا ابوابنا دائما مفتوحه على العام المدرسي باكمله وخاصه ثاني الصيف راهي المدارس مفتوحه بفضل رب العالمين لكل الفئات ومن كل الاعمار. حافظت لاربع احزاب تحت اشراف الاستاذه امل بن عباسي التي تنوب على الاستاذه بنعيجه صابرينا في مسجد احمد بن حنبل حي النسيم رنامه. أنا نقدم نصيحة للأطفال في وقت الفارغ تاعهم اللي راهم يفرطوا فيه يجيب يحفظوا القرآن الكريم لأنه راح ينور صدوركم، وإن شاء الله إن شاء الله يسمعوني جميع الأطفال ويجيب يحفظوا القرآن. الآن حفظ حزبين ونص، وربي إن شاء الله نختم القرآن نختم المصحف كامل.